الجدل الدائر في تركيا بشأن التعديلات الدستورية التي جرى الاستفتاء بشأنها ليس وليد البارحة، وإنما ترتبط جذوره بالخلاف المحتدم بين الحزب الحاكم الذي يوصف بالانتماء الإسلامي والنخب الأتاتوركية المتنفذة خصوصا في الجيش وسلك القضاء، والتي تعتبر نفسها حامية القيم العلمانية الأتاتوركية. علي أوجانا زار إسطنبول وعاد بهذا التقرير. كل صباح تترأس عائشة بوهرلر اجتماعا في مكتبها في إسطنبول تتابع فيه أعمال شركتها للإنتاج الإعلامي. على عتبة الخمسينات لا تزال عائشة تذكر صعوبة العثور على عمل بسبب الحجاب الذي قررت ارتداءه فور تخرجها من الجامعة. كانت من الأعضاء المؤسسين لحزب العدالة والتنمية، وترى بأن الإسلام الذي يمثله حزبها لا يهدد قيم الجمهورية التركية على عكس ما يعتقده بعض العلمانيين. هناك كثيرون يعتبرون أن الإسلام مضاد للعلمانية، وهذا نتيجة طبيعية لأن العلمانية فرضت فرضا على الأتراك. وفي الواقع لو أن الدولة انتهجت العلمانية الصحيحة لما وصلنا إلى هذا الانقسام والتناحر داخل المجتمع الواحد. لكن منذ 2001 بدأت الأوضاع تتغير مع وصول أناس إلى الحكم يعتبرون الإسلام جزءا من هويتنا، وهم في نفس الوقت يعملون على نشر الليبرالية الاقتصادية والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. الشارع التركي يبدو متصالحا مع نفسه بعيدا عن خلافات النخب والأيديولوجيات. هذا الشارع هو الذي انتخب في أغلبيته حزب العدالة والتنمية ونصب لتركيا رئيسا ورئيس وزراء كلتا زوجتيهما ترتديان الحجاب. لكن أمام قوة الشعبية لدى حزب أردوغان وجول، قوة توازيها أو تكاد هي المؤسستان القضائية والعسكرية بمواقفهما الأتاتوركية الثابتة. صحفية أخرى بمسار آخر وقناعات مغايرة، إيجي تيميلكوران، صحفية وروائية وشاعرة، مقتنعة بأن حزب العدالة والتنمية لا يحمل أجندة إسلامية خفية وإنما علنية. من شقتها في إسطنبول تراقب ما يجري من تململات سياسية في بلدها بقلق بالغ. هذا البلد تتحكم فيه المخاوف، القوميون يخشون الأرمن والأكراد، المحافظون يتوجسون من الانقلاب، والعلمانيون مرعوبون من شبح الشريعة الإسلامية. وفي رأيي ما يجب أن نخشاه في تركيا حاليا هو الحرب الأهلية، لأنني أراها وشيكة. الزناد لم يضغط بعد، لكن هذا لا يعني أن طبول الحرب لم تقرع. يبدو أن الانقسام هو السمة الغالبة على تركيا. جغرافيا البلد منقسم إلى شطرين، آسيوي شرقي وأوروبي غربي، الفاصل بينهما هذا المضيق، مضيق البوسفور. سياسيا أيضا هوة أخرى تفصل بين تيارين، تيار إسلامي شرقي وتيار آخر علماني غربي. الفرق بين الصورتين هو أن الهوة بين التيارين تزداد اتساعا يوما بعد يوم منذ اعتلاء حزب العدالة والتنمية سدة الحكم في أنقرة. علي أوجانا، بي بي سي، إسطنبول.